خد هنا خد هنا. وده بقى ابني. انا كنت عايز تعرف ولادي. انا ابني ولي العهد محمد بديع. مين؟ ولي العهد محمد بديع. الرئيس الرسمي محمد بديع. يسكت يسكت حكم المرشد. تعرف حد من اخوانا حاج محمد؟ اخوان الناس موجوده معانا يتقوا ربنا، بس انا بطلب منهم ان هم يقروا شويه يقروا شويه يتقوا ربنا يتعلموا السياسه يقروا شويه يقروا شويه وبعدين يجي وينفتحوا على الاعلام. الاعلام اللي طلعهم خلال الثوره وشهرهم زي نادر بكر وغيره. زياد انا عاوز اقول كلمه لرئيس محمد مرسي. ايوه يا فندم اسمحوني بس اكلمني يا فندم. عايز اقول كلمه للرئيس محمد مرسي. بقول له يا ريس انت لما طبقت قانون الطوارئ طبقته على الاخوان المسلمين ما طبقتوش على شعب اسماعيليه وابو قحطان السويس. وهم اللي قاعدين في بيوتهم دلوقتي. صح وكيل لا فينا. صح. خد بقى اسماعيل ياسين وحسام النابلسي. خد وبعدين حبيبي احمد خالد. في الاخر بقى. رئيس محمد مرسي اتكلم. الراجل بيعمل يا جماعه. بيقول ايه؟ اتكلم على السيد الرئيس محمد مرسي. بيعمل لقاءات لا ده مش موافق. مش موافق هو. يبصر الامه التي يسميها العدل ولو كانت كافره. اتفضل يا حاج. احنا انتخبنا الرئيس محمد مرسي لان المجلس العسكري السابق حطينا بين خيارين، ودايما الشعب المصري بيتحط بين خيارين. الرئيس اللي قبل كده اللي هو المخلوع محمد حسني مبارك حط الشعب المصري بين خيارين، يا هو يا الفوضى. والمجلس العسكري حطنا بين خيارين تانيين، يا ننتخب شفيق يا ننتخب محمد مرسي. فكان واجب علينا ان احنا جميعا ننتخب محمد مرسي لاننا نرفض النظام السابق وممثله. وكان من الواجب على الرئيس محمد مرسي في هذه الحاله ان يكون رئيسا لكل المصريين وليس لفئه معينه. احنا قابلنا رئيس كان لازم يقبلنا احنا كشعب ويتعامل معانا كشعب بتاعه بيحكمه، مش يتعامل معانا كقطيع ويبص للمجموعه بتاعته. صحيح الاخوان المسلمين اتظلموا، اتظلم الشعب المصري كله اتظلم مش الاخوان المسلمين بس، لكن مش معنى ان هم اتظلموا يظلمونا. لا، لازم يتعاملوا معانا كشعب ويتعاملوا معانا كرأي وكفكر. وأنا مطلوب من الإخوان المسلمين وشبابهم يتعلموا يقروا، مش يقروا الكتب بتاعتهم اللي بيوزعوها عليهم، يقرا كل الأفكار وكل الآراء عشان يعرفوا يقيموا الحق من الباطل. يتفرجوا على التلفزيون اللي هو أعمل منهم صورة إعلامية، وبعد ما وصلوا للسلطة بيهاجموا الإعلام. مهاجمتهم للإعلام يعني معناها مهاجمتهم للفكر والتنوير. مهاجمتهم للإعلام يعني معناها إن هم عايزين الشعب يفضل طول عمره ما يعرفش حاجة. مهاجمتهم للقراءة والكتابة علشان يخلوا الشعب كله فقير وما يعرفش يقرأ ولا يكتب ويبقى جاهل في حقوقه. انتوا ليه الرئيس فاهم؟ الرئيس أقول للرئيس يا رئيس ارجع تاني احكم شعب مصري بالكامل وليس الاخوان المسلمين. يا رئيس الشعب المصري لن يقبل ان ترفع اصبعك في وجهه مره اخرى. صح. احنا لما انتخبناك لما فتحت صدرك لينا في الميدان عشان تقول ان انا منكم. انما لما تيجي النهارده ترفع اصبعك لينا وتهددنا ان في حاجات تانيه اكتر غير مقبول من الرئيس، والشعب المصري مش هيقبلها منك. ابدا. لان شعب القناه اللي يقاوم الاستعمار من سنة 56 وهو بيقاوم ويحارب وقف ورا عبد الناصر، لأن عبد الناصر هو الزعيم الحقيقي اللي حرر مصر من الاستعمار. ما يستحقش إن أنتوا تعملوا فيه بعد موته الكلام اللي أنتوا بتقولوه عليه وتكفروه. الراجل اللي عمل مدينة البعوث الإسلامية، اللي عمل إذاعة القرآن الكريم،
اللي هي تحولت النهارده الى اذاعه سياسيه للاخوان. عبد الناصر عمل مدينه بعوث الاسلاميه لكل طلبه المسلمين في اسيا وافريقيا. عبد الناصر اللي بنى مساجد في مصر وفي افريقيا بنى فيها مساجد لم تبنى من عهد عمرو بن العاص حتى اليوم. عبد الناصر اللي امن قناه السويس اللي النهارده بتحاولوا تهددوها عشان تتباع لقطر. عبد الناصر اللي وزع الخمس فدادين على الفلاحين عشان يبقوا اصحاب اراضي بدل ما يبقوا عبيد عند الاقطاعيين. عبد الناصر اللي عمل مجانيه التعليم اللي اغلب الناس النهارده القيادات الموجوده في البلد نتاج تعليم عبد الناصر. النهارده ما يستحقش ان تقولوا عليه كافر. الكفر مش انتوا اللي بتحددوه ولا الايمان انتوا اللي بتحددوه، لان انتوا عاملين 17 او 12 حزب اسلامي مش عارفين مين فيكم الحزب الاسلامي الصحيح عشان نمشي وراه عشان يدخلنا الجنه زي ما بيدعوا. اذا كنتوا صحيح انتوا مسلمين كنتوا اتحدتوا على حزب واحد واتضميتوا تحت لواءه عشان نعرف ان انتوا ناس صادقين. انما النهارده لما يجوا الاحزاب المعارضه تتجمع كلها في جبهة الانقاذ وتتهمهم بالكفر وان هم ارهابيين، هم عمرهم ما كانوا ارهابيين. ونضال حمدين صباحي اللي انتوا النهارده بتخونوه معروف لجميع الشعب المصري، ما تحاولوش تشوهوا الصوره بتاعت الابطال، لان ما فيش واحد في الاخوان المسلمين بتاريخه كله من ايام حسن البنا حتى اليوم واحد واقف وناضل مع الفلاح والصياد والعامل في مظاهراتهم وثورتهم قد حمدين صباحي. لما وقف حمدين صباحي مع السادات يتحاور معاه كان بيكلمه عن كامب ديفيد وعن حقوق الشعب المصري، بينما الشيخ عبد المنعم بن الفتوح كان بيكلمه عن الجماعه وعن العلماء اللي كان بيتكلم عن خط. انتوا كنتوا بتحاربوا وكان النظام بيحاربكم بس انتوا كنتوا بتحاربوا النظام علشان جماعتكم اللي هي منتشره في العالم، مش عشان خاطر مصر. احنا المصريين ابناء الجيش المصري، احنا اللي عملنا الجيش المصري. واسماعيليه وقفت ومدن القناه كلها وقفت مع كل جيش في الحرب 67 لغايه لما انتصرنا. اخر حاجه مرسي. اخر حاجه اتفضل. انا بقول الرئيس مرسي اتخلى في شعب مصر. صح. شعب مصر ما يستحقش منك ان انت بتعمله فيه انت والاخوان المسلمين وجماعات السلفيه، ما يستحقش. الناس اللي كانوا مستخبيين في الجحور ما يجوش النهارده يفرضوا عضلاتهم علينا، وسعد الحسيني يطلع يقول انا عندي 5 مليون ينزلوا وهو يطلع يستخبى ويهرب من المحافظه من الباب.